تابعين مع مريم. صباح الخير. كيفك مريم؟ كتير منيحة. شو عنا اليوم؟ اليوم عنا كتاب استثنائي لأنه هذا الكتاب قريته من قلبي ومن عقلي. جوال وجوال، قبل الكتب كيف كنت تقريها؟ كنت أقريهم بعقلي بس؟ هيدا من كل قلبك يعني؟ هلا حمستينا. يلا تفضلي. إذا قصة الحب السرية اللي جمعت الفيلسوف الألماني الشهير مارتن هايدجر بالفيلسوف الألمانية هانا أرندت صار فينا نطلع عليها باللغة العربية من خلال كتاب رسائل هانا أرندت ومارتن هايدجر، وهو هالكتاب صدر عن دار نشر جداول والترجمة لحميد الأشهب. إذن علاقة الحب يلي جمعت هايدجر وبأرنت امتدت بين سنوات 1925 والعام 1975، وتبادل العاشقين خلال هالفترة مجموعة كبيرة من الرسائل، ولكن بقيت هالمراسلات سرية بما أنه علاقتهم كانت محاطة بسرية تامة، إلى أن صدرت هالرسائل لأول مرة بكتاب بالعام 1998. المراسلات عكست تطور العلاقة العاطفية بين أرنت وهايدجر. الحب بدأ بمدينة ماربورغ، هايدجر كان استاذة لهانا وصديقة قبل ما يتحول فيما بعد إلى عشيقة، والتقوا سنة 1925. هو كان يدرس بجامعتها، هي كان عمرها 18 سنة، هو كان بال 35 من عمره، هو كان كاثوليكي، هي يهودية، وهي كانت ساذجة بالحب نوعا ما، هو كان أول عشيق إلها، وهايدجر كان متزوج، وأرنت كانت عايشة بغرفة صغيرة للطلبة، وكانوا يلتقيوا مع بعض بالحدائق والفنادق. 50 سنة من الحب يلي ما انتهى إلا بوفاة الفيلسوف الألماني هايدجر بالعام 1976. 50 سنة موثقين برسائل، منا مجرد رسائل حب عادية، هي رسائل شغف، وهالشغف تميز بطبيعة فلسفية بما أنه بها الرسائل اختلطت أحاديث القلب بأحاديث الفلسفة. أما الأهم من هالشغف كله الموجود بهالرسائل هو أنها كشفت عن الخلفية يلي بفكر فيها هالفيلسوفين العاشقين بفترة من أشد الفترات صعوبة بالتاريخ، يعني فترة سنوات حكم النازية وتعقيداتها من المنفى إلى معاداة السامية واليهودية، وبتعكس كمان هالرسائل أجواء التاريخ الثقافي للقرن 21. ولا أي كتاب لأرنت ولا هايدجر عرف هالاهتمام الواسع الانتشار مثل هالكتاب بالتحديد يلي نشر تبادل الرسائل بيناتهم. لهيك أنا بنصحكم بهالكتاب وبتمنى لكم بالنهاية قراءة ممتعة. مشان هيك هالقد من كل قلبك يعني قصة حب وشغف وشو صاير عليهم دخلك 50 سنة طيب لطالما هالحب كان قوي لهالدرجة وكبير بيناتهم، مريم ليش بقيت علاقتهم هالقد سرية؟ ليش مثلا ما تزوجوا، ارتبطوا، ما بعرف، خبروا أصحابهم؟ نعم يبدو جوال هي حنا هانا كانت نفسها كبيرة، يعني كان عندها كبرياء، ما طلبت ولا مرة من أكلت الضرب بس وهو أخذ وجه كتر صحيح، ولا مرة طلبت من الفيلسوف هايدجر أنه يطلق زوجته الشرعية، إنما كانت تحلم أنه هو يأخذ المبادرة، ولا مرة هو أخذ المبادرة. ولكن العائق الأكبر يلي منعهم من الارتباط بشكل رسمي هو أنه هايدجر كان بينتمي إلى الحزب النازي، يعني كان معادي للسامية، وأرنت كانت تنتمي إلى الديانة اليهودية وكانت ملتزمة. هي كانت مجروحة نتيجة الكراهية الموجودة بقلب الفيلسوف تجاه اليهود، إلا أنها ظلت متعلقة فيه لدرجة أنه صارت تعتقد أنه هايدجر ما كان نازي أبداً، وأنه كان يتظاهر بهالشي خوفاً، ولدرجة أنها كمان توسطت بنشر أعماله بالولايات المتحدة وأجهدت نفسها حتى تزيح تهمة النازية عنه. نعم مريم، يعني بالرغم من أنه كان في سبب جوهري حتى ما تنجح علاقتهم، هو كان نازي يهودية، بس استمر حبهم وما فرقهم إلا الموت، شو كان سبب هالحب الكبير؟ جوال ما في شك أنه كونها هي يهودية هو نازي شكل هالشي عائق كتير كبير بيناتهم،
ورح تلاحظوا من خلال الرسائل أنه على الرغم من أنه سنوات النازية أبعدتهم عن بعض فكريا وجسديا، إلا أنه الحب والفلسفة والفكر كانوا هن الأقوى، كانوا أقوى من الانتماء الديني والعقائدي. والدليل على ذلك أنه كمان رح تلاحظوا من خلال الرسائل كيف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد ما هدأت نسبيا النفوذ، برز وجه آخر لأرنت بعلاقتها مع هايدغر. أصبحت هي المنسقة لترجمات كتبه إلى الإنجليزية بالولايات المتحدة، والممثلة الغير رسمية له بكل الأمور، والحبيب المتلهف للقائه كل مرة بتزور فيها أوروبا. أما هايدغر فبدأ يهتم بكتابات أرنت وبرامج عطلة وصحتها، وكان ينطر كل مرة رجوعها من أمريكا ليلتقي فيها. إذن الحب الحقيقي، الحب الناضج، هو يلي بينسف كل الحواجز. نيك مريم عن جد عم تحكي عنه من كل قلبها لحظتي. صحيح. حلو مريم. حلو، مع انه انا بعتقد انه هي حبته اكثر. ايه ما فيك تعرفي البنات دائما بيعبروا اكثر جوال. بس انه طيب خلص ما بدي احط. حلو الكتاب، برافو مريم. شوفك الجمعة. نحن بنتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم ريمي أهوجي بحملة عبور المحيط الأطلسي. ريمي أهلا وسهلا فيك. حضرتك عايش بأمريكا وقصتك فريدة من نوعها، القصة كلها فريدة من نوعها مش بس قصتك. حملة عبور المحيط الأطلسي منا هيك عادية، يعني منا عبور عادي ببركي باخرة متطورة أو بوت متطور. مزبوط. هي كمان رح ترجعنا إلى أيام الفينيقيين، خبرنا شوي. مزبوط. الباخرة عم نحكي عنها هي باخرة عمرها 600 سنة قبل المسيح، يعني إتس ريبليكا، هي أنه قلدوا السفينة الفينيقية اللي كان موديلها أنه 600 سنة قبل المسيح. هو الهدف من انه عمرنا هذه السفينه هي انه نقطع فيها المحيط الاطلسي لنبرهن انه الفينيقيه كانوا بيقدروا يوصلوا على شواطئ امريكا قبل يعني قبل كريستوفر كولومبس وغيره من البحارين. اوكي، نحن سفينه عم نشوفها هلا برحله اوليه اجتازت فيها كمان مسافه بالبحر. مزبوط. وهلا الرحله الكبيره، خلينا نقول رامي انه انت اول مره بتطلع على الاعلام. مزبوط. وبهدف انه تروج لهالسفينه، وبهدف انه تقول انه في واحد لبناني اللي هو انت رح يشارك بالكرو يلي رايح. مزبوط. لما نقول نحن، قلت لي نحن، مين نحن؟ مين انت؟ يعني نحن نحن مجموعه من الناس. هو كابتن بريطاني بلش المشروع، هو عمر السفينه، ووقت عملوا اول اجتازوا اول مره الكيب اوف جود هوب اللي هو راس الرجاء الصالح بافريقيا، كمان كان ليبرهن انه الفينيقيه اول ناس قطعوها. وانا يعني بس قريت عن الموضوع انه تفاجات كيف ما كان في حدا لبناني على متن السفينه اول مره، فقررت انه يعني بدي شارك، وحبيت كثير انه الفكره، وبما انه كان حابب كثير مثل لبنان يعني على متن هذه السفينه، فانطلقت يعني معهم واتصلت فيهم. اتصلت فيهم و هيدا التراجيا اللي قطعته سفينه اول مره. شاركت قبل معهم؟ لا، بالتراجيا لا، اول واحد ما كان فيه حدا لبناني، اول تريب يعني عملوها، عشان هيك نعم. استفزتك هالقد انه فانا كثير حمست يعني. ايه هيك خلينا نقول انه كمان اخذت وقت 3 سنين لحتى تخلص هالسفينه. مزبوط، اخذت تقريبا 3 سنين لتتركب. مزبوط، هيدي من 2006 ل 2008 2009 بعتقد. نعم. كيف تمشي يعني؟ ما فيها محرك هي اذا بتكون ترجع ولا مثل ما كانت عايمه الفينيقيه. مزبوط، يعني هي السفينه تمشي على شغلتين، في الهواء وفي الكورنتس تبع البحر يعني الموج اذا بدك. هذا الطريقتين الوحيدين يعني اللي بيخلوها تمشي على البحر. هون على هول الصور عم نشوف المراحل اللي قطعت فيهم السفينه من اول ما بلشت مرحله العمار. مزبوط. هون تعمرت بجزيره اروود بسوريا بال 2006، وهيدي الستيجز يعني تبع التركيب. كبيرة السفينة؟ هي بتجي 20 متر بعتقد بالطول و15 متر بال. اوكي، قد ايه الكرو انتم تقريبا كم؟ هي السفينة مينيموم بدها 6 أشخاص ليقدروا بالحبال وهيك، 6 أشخاص لتشتغل، ماكسيموم بتساع تقريبا 15. يعني مش رايحين تعملوا نقاهة انه فاكيشن؟ اتس نوت تورست. هيدا اللي بدنا نقوله. مش تورست يعني، اتس مور انه لا، هي سقفية علمية، بدنا نشوف إذا الفينيقية فعلا قدروا يوصلوا بهالباخرة على شط. أنت مآمن بهالموضوع؟ هلا الشيء بيضحك إنه الكابتن البريطاني بيأمن أكثر واحد فيها للشغلة. إنه الفينيقية هن يلي إنه الفينيقية أول ناس وصلوا يعني وصلوا على أمريكا. وأنا إنه طيب بس بدي أقول لك شغلة ريمي، يعني نحن من أول موعينا على هالدنيا بنعرف إنه كريستوف كولومبوس هو يلي اكتشف أمريكا. يعني مظبوط، هذا المعتقد. أنتوا جايين تغيروا نقطة كثير مهمة بتاريخ أمريكا. هلا اللي هي الكالتشر بتقول إنه كريستوف كولومبوس، بس أوريدي مبرهنة إنه الفايكنجز وصلوا قبله.
يعني الفايكنجز وصلوا قبل كريستوفر كولومبس هذا الشيء. اوكي، وكنا عم نحكي تحت الهواء انه في كذا اشاره بتقول انه الفينيقيه قادرين يوصلوا او كان لهم يمكن. اذا نحن نجحنا بهالاكسبيديشن بكون بوينت زياده بتجمع على البوينتس الموجودين اوريدي يلي هن شو؟ اللي هن في عندك مثلا كوين مش يمكن مبين عندك الكوين هون اي واحد لندلع على الكاميرا. اوكي هيدا او هيدا هلا منشوف في كوين معين معروف يعني مشهور مبين تحته الماب تبع الاولد وورلد يعني يوروب وافريكا وايجيا وبيبين انه في مثل على 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 الشمال بيبين انه في شط وصلوا له على هالكون الفينيقي فكتير انه كيف قدروا كيف رسموا هيدي الشغله ومش عارفين انه في امريكا فاكيد انه في شيء يعني وفي عده يعني ثيوريز وعده قصص انه هلا نحن وير بيلدينج بورتفوليو اذا بدك عده قصص مع بعضها بتبلش تخلي الناس تفكر انه لا فعلا معقول يكونوا انه عملوا الفينيقيه اوكي طيب ريمي شو المسافه اللي رح تقطعوها واي متى رح تنطلق السفينه ومن وين هلا مبدئيا نحن الهدف هو انه نعمل فاندريزنج انا اول مره اليوم بطلع على التي في لاحكي عن الموضوع لحتى اجرب انه خلي الناس تعرف انه هالسفينه عم رح تمشي وعايزين فاندنج يعني عايزين فاندنج يو نو تمويل المينتنس كل شيء يعني الانشورنس على باخر كل الاشياء كل التفاصيل لكن السفينه اذا قدرنا نجمع على الوقت المفروض تنطلق بجون 2016 حزيران 2016 مزبوط. تقريبا اي متى ممكن توصلوا هي بتاخذ تقريبا بين شهرين وثلاثه بالبحر حسب الهواء حسب الموج حسب الكرنس يعني في عدد طيب قديش في خطوره برحلتكم رح يكون في معكم حدا مرافقكم رح يكون في معكم ما بعرف وسيله اتصال ولا اخذينا جديا يعني هلا انتم عايشين على اخذينا جديا بس ما حدا رايح يموت يعني انه بالنهايه في عندك سيفتي اكويبمنت على الباخره مودرن سيفتي اكويبمنت عندنا رادار بيلحقنا بحال انه صار في حاله طوارئ او شيء يعني مش انه كبين حالنا بالبحر هلا الشيء اللي الحلو فيها انه من الاكسبيرينس هنا ديد تو يعني سنتين كانوا حوالي افريقيا فلاقيوا انه لا السفينه انه صالد كتير يعني ماتنه تحمل فانه مش انه ريك باخره مش منوثق فيها او شيء عرفتوا كيف انه يعني they trust in the strength of the boat يعني انت عندك تجربه بالبحر قبل يعني خبرتنا انه انت بتغوص وعندك شغف باكتشاف الامور الفينيقيه من قبل مزبوط. وبتحب تعمل ريسيرش عنهم مزبوط انا عامل ريسيرش بس انه بيرسونال ريسيرش ما في شيء يعني اكاديميك بعد بالموضوع انا عندي بيسك اكسبيرينس بالسيلينج يعني بس مش انه بس هي الفكره وين انه هيدي السفينه ما حدا بيعرف يستعملها يعني الكابتن هو وقتها استعملوها اول مره هو هيز ذا اكسبيرت هو اللي بيعرف كيف يديرها فلو انه عندي كتير اكسبيرينس سيلينج اصلا بدي ارجع اتعلم عن جديد لانه السفينه انه كتير غير عن اليوم يعني كيف تشتغل فعنا يعني شهر تريننج قبلها نتمرن كيف انه هي كرو اتس تيم افورت يعني ما لنا شيء يعني والتيم يلي معكم له علاقه بالبحر إيه أكيد. يعني بيعرف كيف يدير سفينه أكيد. بيعرف اكيد هلا انا وجودي على الباخرة اكثر كممثل لبنان من ما اكسبرت ان سيلينج انه انا عمري 23 سنه واكسبيرينس اصغر حدا يمكن انت مبدئيا اصغر واحد طيب شو بدكم تقولوا ريمي من هيدي التجربه كلها سوا انا اكثر شيء حابب اوصله انه لازم اللبنانيه يعرفوا انه المشروع انه في منه عن الفينيقيه لحتى انه بتعرفي شغله كثير حلوه لازم نفتخر فيها وبتعرفي برا مش برات لبنان يعني صيت لبنان مش على طول يعني one of the best you know مشروع مثل هذا بيفرجي صوره حلوه عن لبنان بيعطينا مثل انه هيك نيو فيجن طب اذا وصلتوا انتم بمده شهرين برايك رح تتغير كل ما بعرف هلا اكيد لا يعني اكيد لا بس انه مثل بروجي الحلو فيه انه هيك مثل بيعطي صوره حلوه عن لبنان بيجمع اللبنانيه برات لبنان انه اوف انه بتذكروا انه اوف في شيء اسمه لبنان الفينيقيه ما هن مش بس الحرف فينا نرجع نشوف صورتها شو اسمها الباخره الباخره اسمها فينيشيا على القليلة يكون هيك اسمه أكيد عملوا كتير ريسيرش لحتى يعرفوا يمكن شو الكون يعني شو الشروط يلي لازم تكون متوفرة كرمال يأمنوا سفينة مثل إيه هن لقيوها على شط مارساي بفرنسا إنه باخرة قديمة إنه remnants of a boat يعني ما تبقى من سفينة موجودة كان بمارساي وحوالي 600 سنة قبل المسيح ومنها على هالأساس وعلى أساس غير archaeological research
عامل السفينه، لانه ما لنا هينه كثير يعني تعملي سفينه فعلا فينيقيه، لانه ون اوف ذا ديفيكولتيز كان انه في ناس كثير بيعرفوا يعملوا سفن قديمه بس بيرجع للميدل ايجز، نحن بدنا نرجع كان قبل يعني لاقدم من هيك بعد اقدم، فما لنا هينه كثير. طيب قدرتوا تتواصلوا مع حدا لتامنوا الاموال اللي انتم بحاجه لها؟ مشان هيك انا بشكركم انه هون اليوم، وهذا الهدف يعني الهدف انه نوعي ناس انه عم نعمل هالشغله، واذا عم نعيط يعني طيب في حدا بهمه يحكينا. بتعتقد معقول يجيكم تمويل؟ هلا لازم يكون التمويل عربي، بس معقول يكون تمويل مثلا اجنبي؟ حيلا تمويل نحن بنقبله هو كمان. لا بس قديش هو انترناشونال يعني، هو انترناشونال ايه، بس قديش بدك الاجانب يقتنعوا بالفكره؟ ايه يعني بدك الاجانب يقتنعوا انك فيني مدلعين اكثر. بتلاقي لحد هلا يعني انا شفنا اكثر سبورت من برا من لبنان، عرفتي؟ هلا انا عم بشتغل مع كيف الناس. كيف؟ مثلا هلا يعني هي تقريبا باخره بدها شي 170 الف دولار توتال يعني لحتى تقدر تمشي، ولحد هلا الموست اوف ذا فاندنج اجى مش من الناس اللبنانيه، اللي هو انه بتفاجئ الشغله، بتفاجئ عرفت؟ بتفاجئ ايه، لانه بعتقد انه انا كنت متصوره مثلا انه راح يعارضوكم الفكره لانه ما بيناسبهم انه اللبنانيه هن يلي اكتشفوا امريكا. معقوله يكون مثلا فيها اهداف هيك؟ معقوله، ما فينا نعرف. نحن هدفنا انه نمشي المشروع ونشوف انه مين بده يجي، يعني مين بده يشجعنا يشجعنا، نتقبل تمويل من يعني من هي السفينه كلفت 170 الف دولار. لا الرحله رح تكلف يعني كانشورنس ومينتنس والاكل يعني كل التحضيرات لتقدروا تمشوا. مزبوط. قد ايه كلفت تقريبا السفينه لتتعمر؟ ايه؟ صراحه هيك ديتيلز ما بعرف، بس بهالنواحي بدك تقولي تقريبا ب 200 الف دولار يعني لعمرها ولا ولاد العامله. قد ايه بدكم وقت لتوصلوا؟ شهر مفروض يعني 6 تو 8 ويكس يعني يمكن شهر شهر ونص. مش كثير، انا كنت متصوره معقوله شهرين يعني. نعم. الكابتن بريطاني وانت لبناني، مين بعد في جنسيات؟ في عنا نيوزيلند كولونيل بالارمي النيوزيلندي بالنيوزيلند ارمي، وعنا حدا من السويد لحد هلا، عنا حدا كمان غيره انجليز. بعد فيكم يعني بتتحملوا بعد اشخاص جداد بالفريق؟ مزبوط. هيدا الكابتن يعني هو اللي بيقرر انه شو عايز، اي يعني مثلا طباخ او شيء هيك ما بعرف انه هو حسب السكيلز يعني طباخ هيك حدا بيعرف يعمل عصير هيك. طيب ريمي قهوجي، نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق عبر شاشه تلفزيون المستقبل ومن اخبار صباح. نحن بنتوجه لكل المؤسسات والبنوك لانه عن جد في مشروع لبناني على امل يكون عالمي ونقدر نحن نثبت انه اكتشفنا امريكا، هذا شيء كثير مهم. بقى هن بحاجه لكم. في اي رقم تليفون ويب سايت؟ في عنا ويب سايت هو www.phoenicianbeforecolumbus.com phoenicianbeforecolumbus.com، وعنا الفيسبوك بيج كمان facebook.com/phoenicianbeforecolumbus، هذا اسم الاكسبيديشن. اوكي، نحن بنتمنى لكم رحله موفقه. ميرسي كثير. ورحله مثمره. بتعرف يعني مثمره بالعربي؟ مثمره يعني تجيب نتيجه حلوه ونقدر نثبت انه نحن اكتشفنا. مزبوط. شكرا لك ريمي قهوجي، ونتمنى لكم توفيق حمله عبور المحيط الاطلسي. اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا. رح نتابع حلقتنا وضمن المحطات الثقافيه اللي عم نشهدها وقفه من معرض تجليات يلي عم يشهد على مجموعه منحوتات للفنانه ساميه بارودي، جسدت من خلاله الخطوات وحركات الدراويش بمجسمات طغى عليها اللون الابيض. تقرير. من أقاويل وحكم الرومي الفيلسوفية الدينية التصاعدية والمرشدة، ومن حركة الدراويش جسدت منحوتات نقلت من خلالها إحساس الدراويش وحركتهم الدقيقة، فنشأ بهاللحظة معرض ساميه بارودي الجديد الكناية عن عدد كبير من المنحوتات المتعددة الأحجام واللي شكلت من خلالها حديث مع أقاويل الرومي السامية. هو المعرض حديث مع الرومي، واخترت الرومي لأنه أول شيء من الناحية الإنسانية الرومي بيحكي كتير عن قيم أخلاقية نحن هلأ كتير بحاجة، إنه مثل قيم التواضع، مثل المحبة، تفهم الآخر. نحن بهالعالم يلي في كتير نزاعات لازم نشجع هيك اشياء. هيدا المعرض حلو لانه تعاليم رومي واقوال رومي وهيدي الكونفرساسيون اللي عم تنعمل كثير بتروج لثقافه السلام وقبول الاخر والهيك تسامح. من وقت ما بلشت تعمل الدرويش كان عندها احساس عم بتعيش مع كل واحد، تجي تخبرنا انه هيدا ليك الموفمنت تبعه
ليك ماشي مع هالبيت، ماشي مع هالشغلة، كانت عم بتعيش مع كل واحد عم تعمله، عم تسميه وعم تمشي معه وتبرم معه وتعيش معه 100%. نقلت الشعور لأحاسيس والحركة، فكانت الصعوبة بتجسيد هالعلاقة مع الخالد، تجسيد تصوف الدرويش والوصول إلى الشعاع الداخلي. فجسدت سامية بارودي درويش من دون تعبير الوجه، واستعملت لون الأبيض للنقاوة والطهارة، الأحمر للحب والفرح، والأسود للتجرد من المادة. وهذا المعرض بتصور بيعبر كمان عن المكنونات اللي هي فيها، يعني انه ديجات نقي التام تبع الدراويش، والحلو انه هلا بفترة رمضان كمان مساقة بالاكسبوزيسيون تبعيتها، لانه لها شي كذا سنة عم تشتغل على الفكرة، بقى بتشوف انه في منحوتات كتير حلوة. وحبيت كتير كتير الاعمال الفنية الموجودة، هالمنحوتات اللي اذا بدك فيها شي كتير بيشبهنا من تراثنا مع الدراويش والطريقة المودرن اللي مقدمين فيها، والمز اللي صار مع كمان العبارات الخاصة من الروم. عجب شنا عندها موهبة مهولة، ما في حياتي كنت عارف انه سامية بارودي هالقد شاطرة. شوف التكنيك بتعمل بالسيراميك وبالمتال. I was very impressed with the movement اللي عم تقولي عنها، معمولة بطريقة كتير حلوة وكتير حيوية وكتير كتير فريش، منا بس traditional religious way. It's much more artistic and it's beautiful. بشهر رمضان المبارك احتفلت سامية مع الشعب اللبناني بمنحوتاتها المتصوفة بمعرض طلق بصالة عرض التجليات بمنطقة الصيفة، ومستمر لغاية 31 تموز.